نعيش مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. شو بنقول يا طارق؟ لبيك يا رب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اليوم في زحمة معناته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في عندنا بعض الأمور التي شرحناها وقررناها في علوم تفسير القرآن الكريم ويعرفها طارق، لكن من باب الفائدة خليني أذكرها. كلمة التقوى قبل أن أعرفها، أينما ترد في القرآن الكريم ترد حسب السياق. كلمة التقوى أينما ترد في القرآن الكريم ترد حسب السياق، يعني إن جاءت في سياق عن الأخوة تعني التقوى هنا الأخوة، إذا كانت تتحدث عن القول الصحيح السديد تعني القول السديد. مثال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فكلمة يصلح لكم أعمالكم، التقوى تعني هنا في هذا السياق تعني القول السديد، تعني القول السديد. اللهم صل على سيدنا محمد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. التقوى هنا تعني إصلاح ذات البين. قال تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تعني الحرص على تحسين العمل والتهيؤ للقاء الله عز وجل، ويعني حسن العمل يوم القيامة. إذن أينما ترد كلمة تقوى حسب السياق. هنا السياق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذن هنا التقوى تعني الحرص على حسن الخاتمة، أن يموت الإنسان على الإيمان، أن يموت على الإسلام. وأسعد الناس من أكرمه الله بحسن الخاتمة. فإذا أحببت إنسانا، كما كان يقول بعض علماء الشام، قال: يا بني أعظم علامة لحبك لإنسان أن تدعو له بحسن الخاتمة. يعني أنت بتدعي له الله يرزقه وكذا، لكن شو فائدة المال والمتاع والسمعة، وصار ما شاء الله عنده متابعين بالملايين، خير إن شاء الله، لكن مات على غير الإيمان. فأعظم شيء وأعظم علامة للمحبة أن تدعو له بحسن الخاتمة. فالآية هنا تعني الحرص على حسن الخاتمة: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، أول شيء، التقوى لها تعريفات كثيرة. قالوا: هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، يعني بلاقيك وقت الصلاة بالجامع وقد استباق الخيرات عم تساوي خير، ولما والعياذ بالله يكون غيرك في مكان لا يرضى الله عنه ما أنك موجود، هذا التقوى. ثانيا قالوا: التقوى هي الخوف من الجليل، إن أنت دائما بتطلع إنه الله شايفني، والعمل بالتنزيل. شو التنزيل؟ القرآن. خلاصة هذا قالوا: الاستعداد ليوم الرحيل، لما أنت تكون عندك خوف من الله وتطبيق لأحكام القرآن شو بصير عندك؟ استعداد للقاء الله عز وجل. قال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل
والاستعداد ليوم الرحيل. وكلمة التقوى من وين جاي؟ من وقى، يعني من الوقاية. تقول قال تعالى تتقون، يعني في سورة النحل تقيكم من التقوى، اللهم صل على سيدنا رسول الله، ويوم ظعنكم ويوم إقامتكم من أصفافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قبل في قبل آية الله عم يحكينا أنه من الثياب نأخذ نحن وقاية. طيب التقوى أنه تحمي حالك. سيدنا أبو هريرة سألوه عن التقوى فضرب مثالا بديعا فقال، قالوا يا أبا هريرة ما هي التقوى؟ فقال للسائل، هل أخذت طريقا ذا شوك؟ أنت مشيت بشارع فيه شوك؟ أيام زمان أصلا ما في طرقات معبدة أصلا، لكن إذا في شوك ببعده عنه. قال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال السائل، كنت إذا رأيت الشوك عدلت عنه. إذا شغلت بدي دعس على مكان، بدي تطأ قدمي مكان فيه شوك بعد. قال كنت إذا رأيت الشوك عدلت عنه وابتعدت عنه. فقال أبو هريرة، ذاك التقوى. هي التقوى، وين في شيء حرام شبهة أبدا. نحن دائما بنقول بعد عن الشر، لا تغني له ولا يغني له، أنا بغني للخير، أنا ما بغني للشر. بعد عن الشر ولا تغني له، بل أغني خيرا إن شاء الله تعالى. التقوى لها يعني معاني كثيرة، لكن حق التقوى، نحن الآية تقول حق تقاتل، يعني في التقوى عرفناها كذا إلى آخره، لكن شو حقها؟ قال حقها أن تحجبك عن معصية الله، حقها أن تزرع في قلبك مراقبة لله. هذا التقوى الحقيقية. في كثير ناس أدعياء، هلا لو سألنا كلنا إنه بتحب الله، بيقول لك أنا بحب الله، لكن حطوا أي اختبار زعجوا شوي. أبو يزيد البسطامي يقول إذا أردت أن تعرف خلق إنسان فأغضبه، لما بيغضب تظهر التربية، تظهر التربية. فقال التقوى أنك أنت تنتبه على سلوكك، هذا حق التقوى، أن تحجبك عن كل وصف يباعدك عن محبة الله عز وجل. طيب، وعرفها طلق بن حبيب فقال هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني أنت بتصلي بس بعلم مثل ما علمنا على نور من الله. قال ترجو ثواب الله، يعني في إخلاص، مو بدك فلان. وأن تترك معصية الله على نور من الله، تترك المعصية على علم من الله، يعني مثل ما النبي بيّن صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأن تخاف ترجو، بالأولانية ترجو ثواب الله، والثاني قال تخاف عقاب الله، هذا من معاني التقوى. ثم قال سيدنا عمر بن عبد العزيز يرد على أولئك الذين يزعمون أنهم من أهل التقوى، فقال ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك. يعني واحد بيصوم وبيصلي لكن بيناتهم يخلط. قال ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله. هلا بتسألوني مين أعظم، اللي بيصلي كثير ولا بيترك الحرام؟ اللي بيترك الحرام أكثر أهم. يعني هلا طبعا هذا مو كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اتق المحارم شو تكون أعبد الناس. أعبد الناس بيترك الحرام واللي بيصلي كثير. الناس بتفكر إذا صلى كثير هذا عابد، لا، العابد الحقيقي كما قال ابن عبد العزيز، ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. يعني الأصل أنك أنت بالأصل بتصرفاتك كلها لما بتترك المعصية، معصية مبذولة، أنت يعني إحنا حكينا عن
القول انه العفه تتولد من الحرمان انه مو صاحح له، لا صاحح له امامه المبذول للحرام، لكن ترك ابتغاء وجه الله. واحد. ثانيا قال اداء ما افترضه الله. واحد بيقول لك اخي انا كتر خيري اني انا ما عم بعصي الله، طب ليش ما عم تصلي؟ لا انا ما بعصي الله، خلص ما باذي الناس، اهم شيء عدم الاشراك بالله وانا مؤمن موحد وعدم الاضرار بالناس. طيب وين الصلاه؟ وين الصيام؟ وين الزكاه؟ اهم شيء لا تاذي حدا، هذا من تلبيس ابليس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه ينادى يوم القيامة ويقال أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب عنهم ولا يستتر. فقيل له فمن المتقون؟ مين هدول اللي ما بينهم يوم القيامة ليس بينهم وبين الله حجاب؟ فقال معاذ قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة لله. هدول أخلصوا العبادة لله عز وجل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الآية التي بين يدينا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحن خلينا بس هيك عرج على بعض الآيات بشكل سريع. في آية حافظينها في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب هي الآية بعض العلماء قال فيها لطيفة جميلة، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال يجعل له مخرجا وعد، يرزقه من حيث لا يحتسب مكافأة. مشان تستحق المكافأة بدك تصدق بالوعد، لن تصدق بالوعد إلا تتقي الله. يعني مقتضيات التقوى أنك أنت تصدق بوعد الله، وعد الله أنه إذا اتقيت الله الله يساوي لك مفتاح للضيق مخرج، وإذا صدقت وعد الله عز وجل استحق هذا العبد المكافأة. شو المكافأة؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب فهي مفتاح لجميع المضائق وهي سبب للتيسير، كما كان يؤمن بهذا على اليقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن للتقوى شعبا من شعبها الصبر وإن تصبروا وتتقوا، هيك الله قال، الله فاصبر إن العاقبة للمتقين، هيك ربنا قال. ونحن عم نعيش لحظات الصيام، من ثمرات الصيام حكينا أول يوم لعلكم تتقون، التقوى صح؟ فإذا التقوى هي مجمع الفضائل وحماية وغطاء من كل الرذائل. لما واحد يكون تقي هذا التقي الحقيقي، لك أخي هذا فلان تقي، شلون عرفت أنه تقي؟ ما شاء الله كل كلمة بيقول بسم الله وما شاء الله، وبيأكل بيقول بسم الله. طيب أمامه حرام بيتقي الحرام، مثل ما حكى سيدنا أبو هريرة الشوك، فعلا ينظر إلى الحرام كأنه شوك ولا ينظر إلى الحرام كأنه ورد؟ هون التقوى. يبحث عن فتوى رقيقة مشان يستحل أموال الناس وأموال الربا، أم هو بجواته بيعرف؟ واتقوا الله، حكينا امبارح بآية المداينة واتقوا الله ويعلمكم الله. قال من شعب التقوى أنه الله عز وجل بيفتح عليك فتوح وعلوم أنت ما درستها، يعني مو موجودة بالكتب، كيف الله عز وجل يجري على لسانك، كيف بيلهمك؟ قال هذا من شعب التقوى أن يلهمك علما ربانيا. والدليل قول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. قال من شعب التقوى أن يجعل لك بصيرة في اتخاذ القرار. الدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني بيورجيك وين الطريق الصحيح، إن كان في تجارتك، إن كان في علاقاتك الاجتماعية، إن كان مع زوجتك، إن كان مع أولادك. كان في دعوة بالشام يقول لك الله لا يتوهن رأي، مظبوط ولا لا؟
كم من أناس خسروا مكانتهم وخسروا ثرواتهم وخسروا ثقة الناس بسبب هو طيب وما في منه، لكن سبحان الله تاه رأيه بموقف فما شفعوا له الناس، نسيوا كل حسناته. ليش؟ لأنه لم يكن موفقا ولم يكن مسددا في قول الحق ورؤيته، وهذا من شعب التقوى. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ومن شعب التقوى أن يصرف الله عنك كيد من أضمر لك شرا. الدليل: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه آية واضحة الدلالة على أن التقي في كنف الرحمن عز وجل، ولو حاول من يسيء إليه أن يبدأ، لكن التمام، شو التمام؟ ما في تمام. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. الله الله. والتقوى لها آثار ولها ثمرات. أول هذه الثمرات أن تكون أمورك كلها ميسرة. هي أول وحدة يا طارق، أن تكون الأمور ميسرة وسهلة مع الراحة في صدرك والأمن والعافية في دينك ودنياك. ثانيا، تفريج الكروب وسعة الأرزاق. رابعا، ثالثا، أن تكون في نسبة الذين يحبهم الله. الدليل، شو الدليل أبو ماهر؟ إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. الله. رابعا، أن تحصل النصر والمعونة من عند الله وتحقق معيته. الدليل: إن الله مع الذين اتقوا. خامسا، هي سبب لمغفرة الذنوب ومحو السيئات. سادسا، الفوز بالجنة والحصول على النعيم الدائم. الدليل: إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيب، لما عرفنا نحن الآن حقيقة التقوى وما للمتقين من ثمرات، موفية معنا أن نلتزم. بس شلون هي بدنا نلتزم؟ هي بدها درس لحالة، كيف نصل إلى التقوى؟ يعني هلا نحن حكينا الداء والدواء، طيب شلون نستعمله؟ أول شيء قال أن تصحب أهل التقوى، لأنه ممكن الإنسان مهما كان تقي، في واحد عم يعني يلح عليه، إن كان زوجة أو رفيق سوء أو ولد غير بار أو جار أو قريب من يعني من الذين لا يخافون الله، بيطلع إنسان تقي، لكن ما زال به ضل وراه حتى ينقله من حالة متألقة إلى حالة أقل شيء من باب الأدب نقول أقل تألقا مع الله. يعني واحد ما كان يقرب على الشبهات صار يدخل بالشبهات، واحد أصلا عنده الشبهات هي عنده إياها مو واردة، لكن بسبب الصحبة. فقال: نحصل التقوى يا طارق أولا بصحبة المتقين وتدارس أحوالهم. لما أنت بتسمع مثلا إنسان من شدة مثلا ورعه أنه كان يمسح شفايفه، قال هو صايم صيام النفل مشان التقوى، خايف أن يكون مرائي. إنما بتسمع هيك قصص يعني والله غريبة عجيبة. قال: وتدارس أحوالهم. ثانيا، الاستجابة المباشرة إذا سمعت أمر الله عز وجل بالتقوى. يعني مثلا سيدنا عمر كان جالس في مجلس ودخل عليه رجل أعرابي أساء الأدب كثير، يعني كثير، فسيدنا عمر بشر هم به
مين كان جالس؟ سيدنا عبد الله بن عباس. فقال له: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سيدنا عمر مباشرة استجاب. في رواية قال له: اتق الله. فنزل حط خده على الأرض سيدنا عمر الله يرضى عنه، قال: مثلي من يتقي الله. يعني أول ما سمع كلمة تقوى مباشرة سمعنا وأطعنا، ما قال هل أحيانا تكون عم تحكي مع واحد اللي اتقي الله، ليش عم تقول اتقي؟ أنت بتتقي الله، كانوا عم يسبه، ليش عم تقول اتقي الله؟ هي ما بتقول والله أنا والله لا أمزح، يعني حصلت معي كثير، تكون عم تحكي بأدب ما عم تقول لواحد اتقي الله، هذا ما بيجوز. أنا بتقول اتقي الله، إيه أنت اتقي الله، شو المشكلة يعني؟ مسبه هي؟ هي وين وردت يا طارق؟ أنت حافظ سورة البقرة: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. بس يا لطيف، ما بدنا نحكي النتيجة، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وبعدين الله قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني هذا لما بتقول له اتقي الله كأنك عم تسبه. امرأة من حالات الطلاق التي مرت، يعني ما في امرأة، ما في رجال ما بيختلف مع زوجته حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مختلفة أنواع الخلافات مختلفة على حسب الثقافة والتربية، خلافات كذا. قالت له: طيب اتقي الله. عم شو عم تقول له اتقي الله؟ يا لطيف، هذا برمضان، هذا برمضان مشاكل وإهانات وتكسير وضرب، شو أصل المشكلة؟ شو قالت له؟ ما قالت له، ما سبته، قالت أنت حتى تقولي لي اتقي الله، خير إن شاء الله اتقي الله. يا ريت نجد من يذكرنا بتقوى الله. لكن القرآن يقول: أخذته العزة بالإثم. أنه أنا تقولي اتقي الله؟ ثاني وحدة شو هي؟ الاستجابة. ثالث وحدة الاستجابة لأمر الله والتذكير بالتقوى. طيب، نعم، هي الثالثة. ثانية: اللهم صل على سيدنا محمد. الحرص على صحبة العلماء المتقين وتعلم العلم الذي يفضي إلى التقوى. أنا منين بدي أعرف إنه هي حلال وهي حرام مشان اتقيها؟ كيف بدي أعرف؟ بدي أتعلم، لكن بدي روح شوف معلم تقي، يعني وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لما إنسان بيغير الفتوى على حسب ما يطلبه الجمهور، هي مشكلة. 60 سنة، 63 سنة يفتي بحرمة الربا، فجأة صار الربا حلال هو نفسه، فهذا شيء بيخوف. إنسان مثلا يعني تثق فيه وكذا، فجأة كان يقول بأمور واضحة وبأدلة شرعية، يعني واضحة كوضوح الشمس، عن أمور محرمة بسويها حلال، هذا متقي. إذا دفعوا له مثلا مبلغ معين بغير رأي، هذا متقي. بدك تدور على العالم التقي الذي يقول الحق ولو كان مرا، وإذا كان لا يستطيع أن يقوله بسكوت. الإمام الشعراوي عليه رحمة الله كان يقول: إذا لم تستطع أن تقول الحق فلا تصفق للباطل، اسكت. فبدك تقوى، بدك تروح على الله. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله للأولين والآخرين، لكن كيف؟ بدك تشوف عالم تقي، يعني هو نفسه لما مثلا يأمرنا. هلأ حكيت لكم، لو أنا عم أحكي لكم عن أضرار التدخين والتدخين والتدخين، وشفتوني قاعد لا قدر الله بمكان وقاعد عم أرجل، حدا بياخذ مني كلام؟ الناس تتأثر بالأفعال، هذه طبيعة بشرية. بعض السلف كان يقول: مو معناته أنه الإنسان إذا مستحيل أي واعظ يطبق كل ما يقول، لا، لكن لو كل إنسان ما يعظ الناس حتى يطبق كل شيء، ما حدا ما إنسان يعظ. لكن في أمور واضحة، واحد يقول للناس أن هذا حرام، لذلك من المشاهد التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا تنقلب أقتابه أمامه،
أمعاؤه. مين هذا يا جبريل؟ قال هذا رجل كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، شغلة بتخوف. فقال صحبة العلماء والحرص على التعلم من العلماء المتقين، هي كتير مهمة. أما إذا بدك تتعلم العلم عند واحد متقي مشكلة. كنت في مجلس وكان فيه أحد أكابر العلماء، بارك الله في عمره، الآن جاوز 90، فسأله واحد سؤال فقهي، فقال له كلمة لا أنساها، قال له يا ابني، لأنه أخذ يجادل هذا الولد، فقال له يا بني أنا ليس من مشاريعي أن أدخل النار، أنا ما عندي من مشاريعي، أنا عمري 90 سنة، لهلا صار 90 سنة، كان هذيك الأيام بس يعني يطرق 75-76 سنة، قال له أنا مو من مشاريعي أدخل النار يعني. وأسوأ ناس مين؟ يبيع دينه بدنيا غيره، يعني هو بيتبرع بأذى الناس، بيتبرع بتحليل الحرام. يعني بيجوني صدقا مبارح بيسألني، أنا بعرف أنه أي واحد بيسألني يكون هو سائل مليون واحد، فبجاوبه، بيرجع بجادني بيقول له أخي طب أنت بدك إلك شو بدك، ولا أنت ليش عم تسألني؟ أنا بعرف الرأي اللي عم تحكي عليه بس هذا الكلام غير صحيح ودليله كذا وكذا، أنا ماني جالس الآن في معرض، أنت بدي جاوبك على سؤال سألتني، هذه حرام ودليلها كذا. فيعني المشكلة إنه الناس صارت تدور على الأقل كلفة، صح ولا لا؟ إيه شو المشكلة يعني واحد إذا قعد أخذ له كاس كاسين شو صاير بالدنيا؟ عادي يعني قليل من الخمر يدخل الفرحة إلى قلب الإنسان، طبعا هذا ليس حديثا ولا لا مو صحيح، كذب يعني. يعني إنه ما فيها شيء، كلمة هي ما فيها شيء، هي كلها شو هي؟ من شعب التقوى. ودائما أنا بحكي عبارة كان يقول أحد العلماء، يا بني هناك تقوى وهناك فتوى. الفتوى في قول إنه في رخصة إذا كان، بس التقوى لا، ما شو بدي من تق، هيك النبي قال، رجعنا على التقوى، فمن اتقى الشبهات، هي شبهة بعد عنك اتقيها، فمن اتقى الشبهات قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. دينك صلي انت مبسوط، عرضك سمعتك. اما واحد اكال ربا رقم واحد وبيطعم اولاده الربا وبيفتخر انه لا مو بس هيك، بيقعد بيقول لك انتوا المشايخ ما درستوا الاقتصاد، افهموا الاقتصاد، ليش بيكون رابط له مع شي 10 بنوك كلها قروض واخذ من هون وعنده كاش. يعني المشكله انه الانسان لما يبتلى، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بهذه القاذورات انه يستتر منها، انه في ناس بدها تجادل مشان تجعل من الحرام حلالا. الفتوى نحن عندنا قاعده باصول الفقه، الفتوى ليست ملزمة، الفتوى ليست ملزمة، القضاء ملزم، القضاء رحت على القاضي حكم هذا حكم ملزم. أما مفتي سألته قال لك بجوز مثلا عقم القطة، يعني عنده قطة ومزعوج منها، يعني قصص هي كتير بتجيني إنه والله واحد عنده قطة بتعلق فيها كتير وطلبت التزويج، قام زوجها، قام جابت أولاد، بعدين قال هو ما قد يجيب كمان أولاد، فبجوز يأخذ على الطبيب يعقمها. طيب في رأي بشرح أسئلة مثلا، في تقوى وفي فتوى. ما دام عندك تقوى أصحاب أهل الفضل أهل تثق بدينهم، لكن شو معنى تثق بدينهم؟ قال العلماء العالم الرباني، العالم الحقيقي هو الذي يأخذ العزيمة لنفسه ويعطي الرخصة للسائل. يعني العالم الفهمان بيعطي الرخصة للناس، هذا مو هذا صحيح، هذا هيك النبي فعل، لكن هو يأخذ لنفس العزيمة. فهمتوا شو بقصد؟ مو العكس. نحن لا بدنا واحد يميع الدين يساوي هيك كله الحلال والحلال، ما في حلال وحرام، عنده الحلال والحلال. ولا بدنا واحد الحرام والحرام يكره الناس بالدين، في عدل اعتدال. بالأكل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بالعقيدة في رب العالمين قال لك إذا صليت وتعبت اجلس، إذا قال لك نعسان نام، لا تكلف نفسك فوق طاقتها. يعني ديننا منطقي بكل شيء، هذه هي التقوى الحقيقية. وقال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا،
التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وربنا حكانا قال وأن لو استقاموا على الطريقة شو صار؟ لأسقيناهم ماء غدقا. بس ليش؟ قال تعالى لنفتنهم فيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن التقوى وحق التقوى، وأن يحشرنا مع المتقين. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، اللهم احشرنا في زمرة المتقين، وبارك لنا فيما بقي من رمضان، أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وادخلنا الجنة بسلام، واجعلنا وأهلينا وأولادنا فيه من عتقائك من النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله.